فضاء ثقافي جاء كمكتبة جديدة تم تدشينها اليوم بسفارة البيرو بالجزائر، ستسمح للطلبة والباحثين من اكتشاف جزء من موروث أحد بلدان أمريكا اللاتينية. هذا صرح ثقافي أهديناه للشعب الجزائري الصديق وللطلبة الشباب والباحثين الجزائريين ولكل الذين يريدون أن يتعرفوا على الثقافة والحضارة وما يدور في البيرو عبر هذه المكتبة التي تضم كتبا ومنشورات مختلفة ومتنوعة. نتمنى أن يستفيد منها كل من يهتم. هذه المكتبة التي أطلق عليها اسم المفكر والكاتب البيروفي مانويل سكواراز الذي دافع من أجل نظام اجتماعي عادل في بلده البيرو وتوفي في العاصمة الإسبانية مدريد العام 1983 التي رحل إليها باحثا عن جرعة من الحرية السياسية والثقافية قبل عصر الانفتاح في البيرو. أثرنا أن نسمي هذه المكتبة باسم المفكر والكاتب البيروفي الشهير في بلدنا مانويل سكواراز الذي كان اشتراكياً ومدافعاً عن حقوق الفلاحين، فقد كتب 5 كتب مشهورة صورت نضال طبقة الفلاحين التي نادت بالعدالة الاجتماعية في 60ينيات و70ينيات و80ينيات والتي تحققت فيما بعد عبر الفلاحين والكتاب أمثال سكواراز. رغم بعد المسافة بين الجزائر والبيرو إلا أن دول أمريكا اللاتينية تسعى دوماً لربط ومد أواصر التواصل مع الجزائر ولو بجسور ثقافية.